بعض المشاهد التي ذكرت ورد عليها نقول لك انه الائمه هم من القرون الاولى وجب علينا اتباع بدليل معليش انا لما انا في التاريخ ابو حنيفه يعني تابعي على قول بعضهم ويقينا اتباع التابعين فهو من السلف الصالح لكن ما الدليل انه يجب اتباعه بعينه ولماذا لا يكون اتباع ابو بكر مثلا وعمر كما قلنا انفا ولا أبو حنيفة له مؤلفات ولا أبو حنيفة له مؤلفات حقيقة لكن شو له أتباع ترى أبو بكر ليس له أتباع ثم إذا فرضنا ما له أتباع والله هذه مصيبة الدهر أفضل إنسان بعد رسول الله ليس له أتباع ثم من يأتي بعده على رأسنا وعيننا عالم صالح تقي وراء إلى آخره لكن لماذا كالأفضل لا يكون له أتباع وهذا مفضول بالنسبة لي يكون له أتباع معناه أنه قلبنا نحن الحقيقة المهم أن المسألة فيها حقيقة صعوبة بالغة جدا من الناحية الدينية ومن الناحية العلمية ربنا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فقول من يقول كذا أي شيء كان هذا أولا ليس مما أنزل علينا فضلا عن أن يكون أحسن ما أنزل إلينا واضح هذا ثم لو أن الأئمة كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة وجاء إنسان في هيك عبارة مدلول في ذهني في الدول العربية نعم قميء قميء يعني لا قيمة له بده يأتي إلينا بفهم يخالف هؤلاء الأئمة هذا نرفضه لكن إذا تبعنا واحدا منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه فمن الذي نتبعه حين ذاك مع صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس لحل خلافات بينهم فهو يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الآن نأخذ مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما نسأل عنها ربما يكون في الحاضرين من يخطر في باله إن ما خطر له الآن يخطر في باله في غير هذا الزمان لأنه مسألة كما يقول الفقهاء تكثر بها البلوى هو مثلا عم يأخذ حاجة من زوجته من امرأة غريبة عنه وإذ إيش مسجدها ومتوضي انتقد وضوءه ولا لا لمن نتبع الآن أبو حنيفة بيقول ما انتقض الشافعي بيقول انتقض مطلقا مالك بيقول إن كان اللمس بشهوة انتقض وإلا فلا هات لشوف هدول الجماعة اللي بيقولوا لازم نتبع الأئمة هل أنت تستطيع أن تتبع الأئمة ثلاثة هدول في هذه الأقوال المتناقضة لا يمكن إذا ما الأعمال؟ كل واحد الآن هيقول إمامي الحنفي هيقول إمامي الله يرضى عنه
المالكي رح يقول إمامي الله يرضى عنه، ورح يقول الشافعي إمامي الله يرضى عنه، ونحن نقول رضي الله عن الجميع، لكن لا يمكننا أن نتبع الجميع. فإذا الدعاة إلى التمسك بالمذهب لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه. وأنا أتحدى أي إنسان إن كان عالما كبيرا كبيرا جدا يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب، أو طويربا، أتحداهم جميعا أن يوجد فيهم رجل حنفي قح. حنفي يعني بالمية مية، مالكي بالمية مية، شافي بالمية مية، حنبلي، مستحيل مستحيل، هذا لا وجود له في الدنيا أبدا. إذا نفترض الآن حنفي خالف مذهبه في المية واحد، طيب شو الفرق بينه وبين اللي خالف الحنفي في المية اثنين؟ ما في فرق، لأنه علة الحظ على التمسك بما عليه الشرع لم يحض هو إن هذا إمام أفقه منا وأعلم منا، هذه دعوة صحيحة، لكن ما لك أنت خالفته في هذه المسألة؟ هل يعني مخالفتك له في هذه المسألة أنك أنت صرت أعلم منه؟ لا أحد يقول بهذا أبدا. وحينئذ نفس الجواب بالنسبة لي، خالف الإمام مسألتين أو ثلاثة أو خمسة، هم يتوهمون وهما لو خضعوا للبحث العلمي المحض لتبين لهم أنهم واهمون. يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة العادلة المنصفة اللي قلناها آنفا، أن هذا فيه حط من قيمة الأئمة. ما في حظ قيمة الأئمة، ليه؟ نحن نقول أنهم أعلم وأفقه وأقرب طبقة، وهذا أمر ظاهر جلي، لكن العصمة للرسول عليه السلام قد دون سائر الناس جميعا. فنحن حبنا للأئمة ما لازم يحملنا على أن نقلل من قيمة اتباعنا للرسول عليه السلام في سبيل حبنا للأئمة، وإلا رح يصيبنا ما أصاب الشيعة ولو رشاش في المية واحد. يعني الشيعة ماذا فعلوا؟ نسوا الرسول عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن والحسين عليهما السلام. أما الرسول عليه السلام فقل ما يذكر، وإن ذكر فمن طريق أهل البيت فقط. أما الألوف المؤلفة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فلا قيمة له. نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول قال رسول الله، وإنما المذهب هيك، المذهب هيك. سبحان الله، لماذا هذا الجمود احتراما للأئمة؟ ترى هل احترمنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أعرضنا عن العمل بسنته؟ المشكلة عميقة ووسيعة جدا. اليوم خذ أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون المذاهب أو يحترمون الأئمة احتراما لفظيا وليس احتراما حقيقيا، لأن الاحترام الحقيقي لا يأتي بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع. هو يقول لك إذا صح الحديث أو مذهبي، فأنت بتخالفه في عشرات الأحاديث ما تأخذ بها لأن الإمام قال بخلافها. هو لما قال بخلافها له عذره بلا شك، وهو مأجور على كل حال. لكن أنت شو عذرك؟ عذره أنه حنفي، وذاك عذره كما قلنا مالكي، وهكذا. أين في كتاب الله أن هذا عذر يبرر له ألا يسلم لرسوله تسليما؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما. لهذا نعتقد جازمين ومستعدين أن نتفاهم مع أي شخص يريد الوصول للحق وبالحكمة والموعظة الحسنة. وصل الأمر إلى أنه لم يبقى أي صلة بين المقلدين وبين سيد الأنبياء والمرسلين، والدليل إذا قلت له صف لنا صفة صلاة الرسول، ما صلاة اللي بيصليها 5 مرات ما يستطيع أن يصفها لك، لأنه يستطيع أن يصف لك صلاة إمامه. وهناك ستجد بونا شاسعا بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام وبين هذا الذي يصلي على مذهب إمام آخر. طيب مذهب الرسول عليه السلام أين هو؟ أصبح في خبر كذا. أنا يؤسفني أن أذكر قصة وإن كنت أعتقد أنها غير واقعية، لكن حسبنا لنعرف ما فعل التمذهب أن يوجد هذا الكتاب وفيه القصة الآتية مطبوعا ومنشورا بين المسلمين. القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتها، لكنها ذكرت على أنها صحيحة واقعة، وأنها كانت سببا قويا لتبني أحد ولاة مصر الشيعة مذهب الحنفي على المذهب الشافعي. ليه الحكاية؟ ما هي؟ سموا رجلا في كتب التاريخ من أمراء مصر في هذا التاريخ الإسلامي الطويل أنه كان شيعيا، فبسبب حكمه في مصر وكونه من أهل السنة اتصلوا به وبلغوه المذهب السني إلى آخره، لكن هو قال لهم أنا شايف في مذاهب عندكم في مذهب الحنفي والشافعي إلى آخره، ولذلك أنا بدي أدخل في المذهب السني على بصيرة. فشو المذاهب المنتشرة عندكم؟ قالوا الحنفي والشافعي. قال هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه، واحد حنفي واحد شافعي، فأتي بهما. قال لهما أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه حتى أنا أشوف أي صلاة أنسب فأتبنى ذاك المذهب الذي يصف هذه الصلاة. قال هنا تبدأ المشكلة. قال جاء الحنفي، وقضية كما يقولون عندنا في الشام قضية محبوكة يعني رواية، أتي بجلد كلب ذكية أي ذبح غير مذبوح فتلبس به فهجم الذباب عليه. الجلد الكلب المذبوح المذكى في المذهب الحنفي تذكية تطهره، عند الأئمة الآخرين لابد من دبغه، وهذا ليس عندهم جميعا أيضا. المهم وضع الجلد وهجم الدبان، هذاك لبس أحسن الثياب. شوف كيف قضية مبينة أنه تركيبه. الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي تانري بيوك، بالألباني زوتي مات. هذاك الشافعي قال الله أكبر. مين ما بيفضل هالصلاة من أولها على هذه؟ وكملت الحكاية كان يعني يتبين انه مركبه تركيبي. الحنفي جلس في الصلاه للتشهد
وبدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء وبدل ما يقول السلام عليكم ولم آخذ فلتها. المذهب الشافعي بيقول الخروج من الصلاة بالسلام ركن من أركان الصلاة، بقول عليه السلام تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذاك سلم، هذاك مع الأسف ضغط. ليش؟ قال لأن الحنفية بيقولوا الواجب هو الخروج بصنعه، هذا الصنع كان سب كان تسبيح كان أي شيء خرج بصنعه. وهي جابوا لك هذا المثال. أنه حيوان بقى في الدنيا ما بفضل صلاة داخل الشافعي على هذا، على هذه الصلاة الحنفية. لكن هون بتشوف بقى التحامل على الحنفية. ليش؟ لأنه الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء، لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم يأخذ أدون صلاة عنده، ما عم يأخذ أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى وطمان إلى آخره. أنا ما بدخل في عقلي إنه ممكن القصة هاي تقع بهذه الصورة، لكن كما قلت آنفا شو رأيكم مطبوع الكتاب، مطبوع على أساس وتحت إيش رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هالصورة هي معروضة بين الوجهين لك مذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى، مثلا الإمام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتا أن يتزوجها. أبو حنيفة بيقول لا هذا حرام لا يجوز. كيف الواحد بينكح ما هو إيش من ماهو؟ فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول طبعا راح يصير إيش من نفرة. لا بالعكس، هوني القضية بالعكس تماما. لذلك ما بيجوز إنسان تعصبا لمذهبه أن يأخذ من مذهبه أحسن ما فيه ويحتج به على الآخرين، لأن الآخرين عندهم أحسن أيضا ولو من بعض النواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لإيقاع الفرق بين المتمذهبين، وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا وجود في بعض البلاد الإسلامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة، محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة المذاهب. هناك عندنا في دمشق المسجد الأموي في 4 محاريب، مساجد أخرى فيها محربين. ليه؟ لأنه فيها أحناف فيها شوافة، ما في مالكية ما في حنابلة. لماذا هذه المحاريب؟ كل إمام بيصلي في محرابه لأنه تكره صلاة وراء المخالف المذهب. فإذا كيف يصح لهؤلاء أن يقولوا لا نحن ما نتبع الكتاب والسنة، نتبع الأئمة لأن الأئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل، لأن الطريق التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأئمة المفروض علينا اتباعه دون سواه. الطريق اللي يطلب بها المعرفة لمذهب من المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه يمكن سلوكه لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوما في صحيح في يد عمر بن الخطاب صحيفة سألوا عنها قال هذه من التوراة كتبها له رجل من اليهود.
قال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيا ترى موسى ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي؟ شو جاب لجاب؟ موسى كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي. في ظني أن التعصب سيفرض على هؤلاء ضد هذا الحديث، أن يقولوا ضد هذا الحديث، وإلا تركوا التمذهب واتبعوا السنة. شو هو؟ سيقولون لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع مذهبه. سبحان الله، هل يمكن أن يجي إنسان يقول هذا؟ إن قالوا لا استغفر الله، إذا كان موسى ما هذا رجل نبي مكلم ما بيصير يتبع إمام لأنه أعلم منهم. طيب الأعلم منهم موجود وهو الرسول، هلا موسى هنا هو بده يتبع الرسول، سلموا معنا أنه واجب يتبع الرسول ما يتبع إمام. طيب وأنتم ما تتبعوا الرسول عليه السلام؟ الجواب إني أعلم منه. يعود جوابنا هن أعلم منا فيما اتفقوا وأجمعوا، أما إذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله. فإن تنازعتم في شيء فرجعوا إلى الله والرسول. باختصار أننا بسبب اتباعنا للتدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هدي الرسول عليه السلام في سنته وفي عبادته. نحن مثلا عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا، على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة، أصبحت هذه السنن مهجوعة. والسبب يعود إلى أن بعض المذاهب التي سيطرت في بعض البلاد، وكان هذا المذهب لا يرى سنية تلك السنة مثلا، لا تجد لتلك السنة ذكرا في تلك البلاد. مثال مثلا، أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس إطلاقا، أولهم والدي رحمه الله وغفر لنا وله، جينا إلى هنا منذ 6-7 سنين قضية كذلك ما عنده خبر، مع أن الإمام الشافعي يقول فيها والإمام مالك يقول فيها. ليه؟ لأن المذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم، وأبو حنيفة رحمه الله باجتهاده قال أن هذه عادة جاهلية كانت في زمن الجاهلية وهذه ليست مشروعة. خفي عليه الأحاديث التي جاءت مؤكدة وجوب، ليس استحباب فقط، وجوب العقيدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، كل غلام مرتان بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. هذه الأحاديث موجودة وقال بها كثير من الأئمة، ليس لها ذكر في كثير من البلاد الإسلامية. لماذا؟ لأنه نحن تركنا السنة ما عاد نهتم فيها. هذه سنة مستحبة، فمع الزمن نسخت من أذان الناس، فلا تكاد تجد اليوم بعض الشباب الملتزمين السنة إلا بيقول لك أنا أبي ما ذبح عني، شو ساوي أنا؟ بقول له ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته النبوة، عق عن نفسه، فلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليك أن تذبع عن أولادك إلى آخره. هذا مثال بسيط من أمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة
أو بعبارة أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول، لأنه ما عاد يهمنا دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة مذهب من المذاهب المتبعة. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفا. نعم.